صعب لما تكون في أغنية ذكرك بذكريات تحاول أنك تتفاداها، ومن القوة أن أنت تواجه مخاوفك وتواجه الأشياء اللي أنت تحاول تتفاداها، هو انتصار، انتصار لذاتك، انتصار لنفسك، انتصار لك أنت. لما تكون قاعد تحاول قدر الإمكان بأنك تتهرب من شعور، تتهرب من أن أنت تواجه مشكلة، تتهرب من أن أنت تواجه خيبة ظن أنت قاعد تشوفها موجودة قدامك، بس تقول لا ماكو شيء، أنت كأنك قاعد تبنج الموضوع، قاعد تعطي إبرة بنج عشان يعيش زيادة وياك. أنت ما تبي تواجه، أنت ما تبي تواجه الخذلان الجديد اللي قاعد تشوفه، أو أن أنت بكل بساطة خسرت، والخسارة وايد صعبة. ما أقصد أنك خسرت بمعنى أنك خسرت إنسان، لا لا، أنا أقصد بمعنى أنك خسرت مواجهة، خسرت معركة، خسرت تحدي بينك وبين نفسك، بينك وبين شعورك، بينك وبين قلبك. في يوم من الأيام وقفت بينهم، عقلك يقول لك بطل، قلبك يقول لك كمل، عقلك يقول لك وقف، قلبك يقول لك إياك توقف. أنت معلق بالنص، حبيت المرحلة بين أن أنت معلق بين أنك توقف أو تكمل فترة وايد طويلة، لدرجة أن صارت هذه الفكرة بالنسبة لك هي اللي قاعد تغذي فيها شعورك لأطول فترة ممكنة. هل في شيء قاعد يقول لك كمل؟ لا، بس بالمقابل ما في شيء قاعد يقول لك وقف. أصعب مرحلة ممكن أن أنت تمر فيها في حياتك أن أنت ما تدري شنو ممكن تختار وشلون ممكن تختار. هل تختار عقلك وتوقف وتحمل العواقب لو مهما كانت كبيرة، لو مهما كانت صعبة، لو مهما كانت روحك بعد مو مستعدة لها، ولا تتحمل بكل بساطة قلبك والعواقب الأصعب في حال أن أنت خطيت وكملت وما وصلت للي أنت تحتاجه؟ صعب، إيه صعب، وايد صعب. تلاقي نفسك أن أنت وصلت إلى حد أن أنت تقول أنا خسران بالحالتين، لأني انوقفت فأنا قاعد أعلن بأني أنا حطيت تحدي في حياتي وما قدرت أني أوصله للنهاية، وإن كملت فأنا خسران لأني راح أتعب وراح أتعب وايد مو شوية، إن كملت أنا خسران لأني أنا أساساً فقدت الاهتمام. قلبي لي اليوم يقول لي كمل بس ما عاد فيني، مليت. إيه، والملل يعتبر خسارة، خسارة اهتمامي فيك، خسارة وقتي عليك، خسارة أي نوع من أنواع العطاء حتى لو كان زايد 1%. بس وصلت لمرحلة اكتفاء منك وأنا بعدي ما خذيتك، وصلت لمرحلة أن ما عاد أبي قربك وأنا أصلا ما حصلته ولا جربته، وصلت لمرحلة أن قلبي يعلن الاستسلام وهو بعد ما دخل في تحدي ومعركة صحيحة. شفت؟ شفت؟ ما راح ألومك ولا راح أعطيك أي نوع من أنواع العتب، ما راح أخليك أنت شماعة أخطائي، هو خطأي الكامل، لذلك أتفادى مواجهته، أتفادى أني أقول حق نفسي بعالي الصوت معلش، خذ نفس عميق وجرب مرة ثانية، بس مو في نفس المنطقة، مو مع نفس الشخص، مو في نفس المكان، أنت ما لقيتك هني، وياه إش كثر بايخ أني ما ألقاني يمك، ياه إش كثر صعب أني أنا أواجه هالشعور، لأني كنت مصدق أني أستاهل أكون يمك وتستاهل تكون يمي، بس لا، ما عادت. أقوى شيء ممكن أن أنت تسويه هو أن أنت تقول أنك خسرت بدون خوف، وأنا خسران، خسران الوقت والشعور والاهتمام، خسرت الشعور لأن ما عاد فيني قوة أكمل، خسرت الوقت لأن ما عاد فيني فرصة بأني أنا أعطي وقت زايد، خسرت الاهتمام لأن ما عاد بأي شكل من الأشكال يعني لي أني أختار قلبي وأكمل ولا أختار عقلي وأوقف، ما عاد يفرق معي، إلى المنطقة الرمادية اللي تشبهك، إلى المنطقة الغير معلومة الملامح اللي هي أنت. وصلنا لهني، بعيدا عن اللوم، بعيدا عن العتاب، كنت ما أدري أني قاعد أصير نسخة ثانية منك، أنت كنت لآخر درجة شخص غير واضح بمشاعرك اتجاهي ومعلق بين قلبي وعقلي، صرت أنا شخص غير واضح اتجاه مشاعره مع نفسه،
وما يدري يختار قلبه ولا عقله. اليوم ما راح اختار قلبي ولا راح اختار عقلي، راح اختارني انا وبس. شفت؟